أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: لو أراد الشخص قراءة أذكار النوم على أبنائه الثلاثة، فهل يقرأ ثم ينفث مرة واحدة على الجميع، أم لا بد أن يقرأ على كل واحد على حدة؟ لا مانع أنه يقرأ على الجميع وينفث عليهم ويمسح عليهم جميعا، لا مانع من ذلك إذا كانوا صغارا دون التمييز. أما إذا كانوا مميزين يلقنهم هذه الأذكار ويخليهم هم يقولونها ويتعلمونها. نعم.